انا الناس كلها مصوره ان انا بذلت جهد رهيب عشان ارجع شريان، وده مش صحيح. هي مجرد ان احنا عرضت عليها مشروع عجبها، ست كانت زي النجمات الصغيرات اللي لسه مبتدئين، كانت فرحانه زي الاطفال، وقعدنا نكمل في المشروع لغايه لما بقى موجود الشكل اللي احنا عملناه. احنا بنعمل حاجه مختلفه شويه، انا مش هصرح بيها قوي هي ايه، انما هو 13 عرض مسرحي وشغالين عليهم تقريبا قرب السنتين دلوقتي، ولسه قدامنا لغايه كذا شهر ما يطلعوا عشان نطلعهم حاجه باذن الله تبقى جميله. بس هنا عايز اسال، 13 عمل مسرحي دول كل عمل ليه قصه وسيناريو واخراج لوحدهم؟ مخرج مختلف وكتابه مختلفه وشخصيه مختلفه، كل حاجه ما لهمش اي علاقه خالص ببعض.